سامعني لا خالص. التليفون طيب. طيب هنرجع تاني بس يعني سنة جديدة أكيد طبعا يعني سنة سعيدة عليك إن شاء الله. إحنا حبينا هنا في قناة النادي الأهلي نعمل لك حاجة كده يعني على الضيق قوي احتفال كده بسيط لحد ما نحتفل إن شاء الله كده بعد الهوا احتفال كبير وإن شاء الله السنة دي تكون بدون إصابات سنة فيها توفيق ربنا سبحانه وتعالى وأنت نفسك إن شاء الله تحقق كل اللي أنت عايزه في حياتك الكروية. تعالى نرجع تاني لحد ما يرجع لنا التليفون وعايز اكمل معاك في السوشيال ميديا. دلوقتي انت لما بقيت تشوف السوشيال ميديا مش بتقول كده في نفسك سبحان الله يعني الناس كانت بتنتقد دلوقتي الناس بتشيد ففعلا السوشيال ميديا دي ممكن ترفع العيب السماء وممكن تنزله سبع ارض؟ طبعا طبعا بتاثر و يعني انا بقول السوشيال ميديا على طول بتاخد من الواحد يعني بتاخد من تفكيره وبتاخد من طاقته وبتاخد من كل حاجه فيه فانت لازم تبقى لو مش قادر تفصل. طب قول طب معلش قول الو تاني. الو الو كل سنه وانت طيب يا كريم يا رب دايما تكون بخير وان شاء الله تحقق كل اللي نفسك فيه محفظينها وترجع قريب باذن الله. طيبه حبيبتي. يعني على التليفون رنا علاء خطيبه لاعب كريم ندفد فحبينا ان انت يا رنا تقولي له كل سنه وهو طيب وتكوني اول حد تقول له الرساله الجميله دي. لكن بتشوفي الحلقه طيب ولا لا؟ بتشوفي الحلقه ولا لا؟ بتفرج طبعا. طب ايه رايك في كريم هو هادي كده يعني على طول ولا بس قدام التلفزيون وفي يعني معاكي بيبقى مختلف عن اللي احنا شايفينه؟ لا هو على طول يعني هادي وكده بس اكيد في الحقيقه بيبقى مختلف شويه عن التلفزيون يعني بس هو في الحقيقه هو هادي يعني. طب يعني يا كريم ايه رايك طب في المداخله ايه رايك في المكالمه؟ ده هيطلع عينيها لما اخلص. ليه بس؟ اكيد. لا ما تطلعش. ليه بس يا كريم ده عايز اقول لك كل سنه طيب. وهي طيبه بس انا مش عارفه لسه بيقول لي هو الزهر كان حاسس يعني مش عارفه. يعني يا كريم اكيد طبعا دور انا وجودها في حياتك اكيد طبعا شيء مهم جدا وبيدي لك دفعه اكيد طبعا يعني كلنا حياه انها تكون مستقره ان شاء الله ربنا يكرمك وتتجوزوا على خير وربنا يرزقك الذريه الصالحه لكن اكيد وجود رنا في حياتك شيء مهم جدا. اكيد طبعا ليها دور كبير معايا ووقفت جنبي في فترات مستحمله. لا مستحمله كتير يعني هي جه في وقت ما كانتش بتعرف تنزل ما اعرفش ننزل انا وهي بسببي فهي طبعا مستحمله كتير معايا ربنا يخليها لي. دورها مهم جدا هي وناس كتير في حياتي طبعا والدي والدتي واخواتي وطنط منال ويوسف ويارا كلهم طبعا ليهم دور في حياتي كبير كلهم وقفوا جنبي كلهم استحملوني وهي طبعا لها جزء كبير وطبعا مش عايز انسى والدي ووالدتي ان هم تعبوا معايا جدا استحملوا كتير ويمكن والدي استحمل كتير جدا وامي استحملت حاجات كتير فربنا يخليهم لي كلهم وان شاء الله تبقى سنه سعيده كده علينا كلنا باذن الله. طيب يعني رنا عايز اسالك هل كريم متعب ولا كريم مريح في كل حاجه هو يعني بيكون بينكم ولا طلباته كتير ولا ملوش طلبات؟ لا هو مريح بس طبعا بعيدا عن يعني الكوره لو خسروا بقى بره السكور الحاجات دي طبعا كلها قلق يعني حفظت بره السكور وكل حاجه تعبت معاه فتره كبيره بره السكور. طب انت يا رنا ليكي في الكوره اصلا ولا لا؟ حاجات كده يعني ليكي في الكوره ولا لا؟ والله ما كانش في الكوره خالص يعني لغايه ما خطفت الكريم بقيت اتابع بقى يعني. طب انا عايز اقول لك احنا كنت بتكلم مع كريم على الفتره الاولى اللي كان موجود شايف الدرجه الاولى في النادي الاهلي كان في حمله انتقادات كبيره جدا لكريم وبعد كده قدر نفس الجمهور اللي انتقد كريم يرجع تاني يشيب بيه. عملت ايه في الفتره دي في الفتره الاولانيه لما كان بينتقد والفتره الثانيه لما الجمهور كله اشاد بيه كان شعورك ايه ساعتها؟ الفتره دي الصراحه كانت اصعب فتره وكنا فعلا زي ما هو بيقول حضرتك كان كناش بنعرف ننزل طبعا كميه الناس بقى اللي بيضايقوه وانا معاه وكده فكانت فتره صعبه جدا وهو نفسيا طبعا كان متضايق بس الحمد لله طبعا لما رجع الناس يعني بقت تشيد بيه وعرفت فعلا ان هو يستاهل انه يبقى في النادي وكده طبعا انبسطت جدا يعني ان هو فعلا يستاهل كل خير. يعني اكيد بقى رنا في الاصابه الحاليه او الاخيره اللي هو كان موجود فيها انت عارفه ان خلق لاعب كره القدم بيكون ضايق شويه لما بيكون مصاب او بيكون متضايق فعارفه تتعاملي معاه الفتره دي؟ حاسه خلاص الملعب وبدا يزهق بس ان شاء الله يرجع قريب باذن الله واقول له يعني يصبر شويه وهو يعني مر بفتره اصعب من كده بكتير وان شاء الله يقدر يرجع قريب ويثبت نفسه من تاني ويرجع احسن من الاول ان شاء الله. ده كلام كبير قوي يا رنا كلام كبير قوي. بيوصي بيقول لي ايه بيقول تتكلم احسن مني اهو عشان بس تعرف ان رنا بس جامده اهو عشان تعرف بس. طيب كريم في النهايه حابب تقول لرنا حاجه؟ لا والله لما اجي لك.
طب قبل ما تجيلها طب قبل ما تجيلها مفيش كده يعني اي حاجه في الاخر؟ لا بشكرها طبعا على اللي عملته معايا في الفتره اللي فاتت دي كلها، تعبت وتعبت حاجات كتير بره الكوره، ربنا يخليها لي وان شاء الله تبقى حياتنا كويسه باذن الله. ان شاء الله رنا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، وحبينا ان احنا نبدا سنه كريم الجديده 8/8/2019 وهو عيد ميلاد نجمنا كريم ندفد بمكالمه من خطيبه كريم ندفد رنا علاء. كريم يعني فاجئناك، قلنا نعمل لك حاجه كده صغيره ان شاء الله كده تعجبك، وان شاء الله ما يكونش في حاجه بعد الهوا. ما ينفعش حاجه بعد الهوا، المهم حاجه اللي انا قايل لك عليه ما يطلع. لا لا ما تقلقش، بس والله يعني انت عارف ان دايما الاستقرار ودايما الزوجه اللي بتكون عارفه تتعامل مع زوجها بشكل كويس جدا، ان شاء الله يعني شهور او اسابيع قليله ان شاء الله وتتجوزوا على خير يا رب. وزي ما انت عارف لاعب كره